الوزير هذه الشخصيه السيد وزير الداخليه. انا تزوجت الضحيه ندت نصب عليه في سنه 2010 25 شهر جوج من طرف السيده اللي كنا كنكلم عندها ومدت 10 سنين. وهذا النصب اللي حضر كان حاضر عليه مفوض قضائي، مفوض قضائي حضر على هذه العمليه النصب ديال 24000 درهم عام السباق ديال الكراء. هاد السيده كنا حابسين لها الكراء ان كانت عندها ديون بالدعارة. احنا خمسه العائلات اللي عندنا ولادنا، كاين واحد البنايه فيها ثلاثه العائلات، كاين بنايه فيها عائله وحده، كاين بنايه ثالثه فيها العائله فيها انا وولادي. كان الفساد كلشي كيشوفو، حتى تجنا عند السيد وكيل الملك وعملنا شكايه السكان كاملين، وامر السيد وكيل الملك بالشرطه القضائيه الا كان شي حاجه ديال الفوضى او شي حاجه ديال المتلبسين في الفساد داكشي نعلموا بها. فعلا دار داكشي، اعترفوا دوك الفلسطينيين اللي كانوا ساكنين، السيد عون البوليس وداكشي بان هاد السيده فعلا كان يدور بالدعاره وكاينين ناس مجوجين. لكن نزلت معنا السكر، يعني شدينا حنا قطعنا لها الفلوس حتى تنقي. من بعد عملنا معاه الزوج ديالي الصور حتى راحت هي وليا على اساس صافي كيخلص لها الكراء ديالها كيخلص كل شيء. لهذا خلصنا ديك المبالغ كاملين كتسنى، ولكن ها المفوض القضائي راه ما عملش الواجب ديالو كمفوض قضائي كمفوض ومحلف، ما عملش الواجب القانوني. ولكن تفاجئنا حنا جالسين وجا الافراغ. افراغ ماشي في السكن اللي ساكنه فيه انا، انا ساكنه في بن الزهور الطابق الرابع الرقم خمسه. افراغ جا الطابق الاول الرقم واحد طريق محمد موشان، انا عمري ما سكنت في السكن هذا. وبدينا كنتردوا على المحكمة دابا ساعة، راجلي بقى كيتردد على المحكمة بين وكيل الملك وبين رئيس المحكمة، حتى مرض بالسكر، حتى هذا الراجل بدا كيدخل في الغيبوبة وهو جالس، حتى شي واحد ما وصفو، حتى شي واحد ما عطاه الحق ديالو. كنقول لك السيد الوزير إن هذا إهمال قانون، لهاد الناس اللي كيقول كيبدلوا القانون ما كاينش شي واحد كيبدل القانون، هذا إهمال القانون، هذا روح ديال إنسان توفى بسبب إهمال القانون. وأنا كنقولها وكنعاودها وكنطالب بحق الزوج ديالي. كنطالب بحق الزوج ديالي اللي توفى سبب اهمال القانون، وكنطالب بهذا المفوض القضائي اللي حضر عمليه النصب. كنقول هذا المفوض القضائي شحال من عمليه نصب حضرت عليها، وكنقول هذا المنفذ اللي جا كينفذ عليا وشاد الملف في يدو ونقع من نفسه متيقن بما هو شاد الملف كامل صغير طالع عند الطبقه الرابع وكيغوت وكيصحاب واش غتخوي ولا ما غتخويش. والضغوطات اللي كانت سبات ليا فيها هاد السيده وهاد المنفذ اللي كيقول لي رغبيها رغبيها اللي بغات تبقى في هذا السكن. كنقول له انا مخلصه، كيقول لي ماشي شغلي، خاصك تخرجي باي طريقه. الراجل ديما مشى عند هذا المسؤول وكيبكي عليه، هذا المسؤول لا حسيلو من يدو، كيقول لي ما عندي ما نعمل، لكن هي مع طلب التنفيذ ولا ما نفذتش غادي تشكي بيا غنحيد من البلاصه ديالي. بالله عليك يا سيد الوزير، ملي هذا الراجل المسؤول وكيبكي عليه انسان مظلوم وكاينو حسيلو من يدو كيقول لي خاصك تخرج باي طريقه، شنو القانون هذا؟ هذا أدى القسم، هذا أدى القسم باش يخدم المواطن والمواطنين، باش يخرج إنسان يسبب ليه في الوفاس ديالو بإهمال القانون. أنا كنطالب بحق الزوج ديالي، هاد المنفذ وهاد المفوض القضائي كنطالب بهم أمام القضاء. السيد الوزير كنطالب بهاد الناس يوقفوا معايا أمام القضاء، كما تعطى التعليمات ديال السيد الوزير سنة 2015/19 في شهر واحد. إنه طالع الفيديو وطالع الملف وطالع على كل مية حاجة وتعطى التعليمات لما هاد الناس وقفوا معايا سواسية أمام القضاء. بالحق ماشي داخل مدينة طنجة في مدينة الرباط. كنطالب المنفذ وكنطالب المفوض القضائي، كنطالب المفوض القضائي اللي حنمشي نديرو الرصيد، وكنطالب بالمحامي. إن هاد الشيء كان تعرضت عليه القسيسان، خطفوني من أمام وزارة العدل ونحوني سنة جديدة. عندي ورقة الطبيب وشهادة طبية، عندي الملف عند الشرطه القضائيه، الملف عند السيد وكيل العام، وانا كنطالب بحقي. وانا مغربيه الاصل من اعماق اعماق الصحراء، سجن الماس صدرا من زوار قبيلتنا مولاي الحبيب بن فاطمه. وشكرا جزيلا للسيد الوزير العدل، شكرا بزاف.